ازيكم يا جمهورية ابو سليمان، عاملين ايه؟ ده الفلوج التاني بتاع مكن السنجر، غير اللي لسه نازله امبارح. الشكل قريب، يعني لو رحنا للشكل التاني هما مكانتين جايين مع بعض. بصوا يا جماعه، هو اللي هيفرق بس هنا اللون في المكنه اللي احنا بنصورها صاحبه الفلوج فستقي، ده اخضر شويه. مكنه معاها دواسة الاوفر. بصوا يا جماعه المكنه ان شاء الله يعني مستعمل، الله اكبر. اما كان ده عليه خصومات كويسه جدا اهو. ده اللون ده فستقي، شايفين يا جماعه حاله المكنه برضو، بسم الله ما شاء الله. عايز اقول لكم انا بحب لو كل يوم هصور مكنه سنجر، شركه سنجر، يعني بسم الله ما شاء الله. حتى في المنتجات الصيني او التايواني او الياباني، مكان اسود برضو سنجر اصلي اهو حالته. عايز اقول لكم ان احنا في خصم كويس جدا، اي حد يقول ان هو مشترك في قناه ابو سليمان. طبعا برحب بكل الناس اللي لسه مشتركه جديد في قناتي. اكتشفت كمان يا جماعه ان المنطقه جنب المحل عندي ناس كتير قوي مشتركين، وبيجوا بالصدفه كده يقولوا لي احنا بيشتروا مني، يقولوا لي ان احنا جيرانك. فطبعا دي حاجه تبسطني وتفرحني. فلأي حد جاي من قناة ماكينات خياطة أبو سليمان ليه خصم يا جماعة محترم جدا جدا. يبقى احنا النهاردة كلامنا عن المكن السنجر دي، لأن أنا من عشاقه. وعلى فكرة يا جماعة، هو ده المكن اللي أنا اتربيت عليه وتعلمت عليه الصيانة. المكنة الوحيدة اللي هي لما بتتمسح أو بتتنضف بتظهر على حقيقتها. زي كده يا جماعه، مثلا عربيه حاله نظيفه جدا بس شكلها مش حلو، لما العربيه بتتغسل صح وتتشحم صح بتبان ان هي فعلا كانها ما اشتغلتش. المكان ده بيعمل خياطه وزجزاج وتطريز وعراوي و اوفر، تركب سوسته، كل حاجه، بتركب زراير. زي ما احنا معودينكم ان احنا الخصومات بتاعتنا شغاله. والفلوك النهارده اي حد هيجي يقول انا شفت مكان سنجر برازيلي هيبقى ليها خصم خاص. زي ما قلنا لكم، انتوا عارفين المكان بتاعنا. الناس بس اللي لسه مشتركه جديده في القناه، مكاننا في 14 شارع رواية خلف صدناوي. وزي ما قلت لكم، المكان السنجر برازيلي جايب حاله نادره، بتعمل خياطه وزجزاج وتطريز وعراوي. بشكر كل الناس اللي بتكتب لي تعليقات وبشوفها على فكره يا جماعه. يعني اي حد بس يا جماعه، في ناس بتدخل تسال سعر المكنه دي كام وسعر المكنه دي كام. انا يا جماعه بسيب رقم الواتس والفون على الفيديو ونازل، عشان كده اللي عايز يسال حاجه ما بن احنا ما بنقولش اسعار على اليوتيوب يا جماعه. اليوتيوب احنا بنظهر لكم فيه المنتج. اي حد عايز اي حاجه يتواصل معايا واتس او فون. ده كان فيديو صغير كده النهارده احنا عملناه. وكمان انا عامل، يعني اللي هيجي يا جماعه ياخد المكنه دي مش هياخدها ويمشي على طول، يعني هيقعد يتعلم وكل التفاصيل. ولو عايز يتعلم الاوفر ويركب زرار وكل حاجه، وبعدين بيديله شهاده الضمان بتاعتنا اللي هي طبعا باسم المعرض بتاعنا اهي. الضمان بتاعنا معروف. وبعدين بياخد الهدايا واحنا هنستناكم تنورونا. احنا قدام محل مجدي علي، معرض سليمان في الروايه خلف مول صدام. اي حد عايز اي حاجه الارقام عندكم اهي. ويافطه المحل انا مصغرها وحطيتها في الفيديو عشان محدش يتلخبط. واستنوني الفلوج الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله.